مرحبا بكل متابعين قناة كوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. الإعلانات جزء كتير كبير من عمل نور ستارز، وهذا تحدثنا عنه من قبل في فيديو شو هو عمل نور ستارز، الرابط بتلاقوه بصندوق الوصف. فنور ستارز مؤخرا شاركت في إعلانات تابعة لماركات عالمية، اليوم رح نكتشف ثلاثة منهم. فمن قبل شهر اختيرت نور ستارز مع مدونات أخريات على السوشيال ميديا، من بينهم كانت هلا وإيلين سليمان، للظهور في إعلان الخاص بمنتج شركة كلينيك الجديد، حيث ظهرت نور في مجموعة من الفيديوهات والصور للإعلان على المنتج. فنور ستارز كمان كانت أول يوتيوبر تعمل إعلان لمنتوج هيدن شودرز، حيث كان الإعلان يحكي عن انشغال اليومي وجهدها لتلحق لتعمل مونتاج لفيديوهاتها، حيث واجه الإعلان مجموعة من الانتقادات اللي شملت الربط بين الانشغال اليومي والشامبو، فاستغرب المتابعين وين الربط ودخل الشامبو بالانشغال اليومي. فنور ستارز اختيرت مع نارين بيوتي وديدايتز للتسويق والإعلان عن منتج شركة ميبيلين للمكياج الجديد حمرة سوبرستاي، فهالمرة كان الإعلان كتير مختلف عن العادة، فكان لنور الحق بتسمية الحمرة واختيار اللون والرقم كمان وحتى شكل العلبة من برا، حيث اختارت التصميم وكان اسمها كمان على العلبة. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.